نتجوز مره واحده؟ لا مش مره واحده، احنا بقالنا 11 سنه بنحب بعض، وحتى واحنا مش مع بعض لا انت عرفتي تحبي حد غيري ولا انا عرفت احب حد غيرك. بس السبب اللي احنا سيبنا بعض علشانه لسه موجود يا عبد الله، وهيفضل موجود. ما تضحكيش على نفسك يا اميره، مفيش سبب في الدنيا يمنعنا ان احنا نحب بعض. عبد الله انت وعدتني انك هتفضل جنبي من غير اي ضغوط او التزامات. انا ما بضغطش عليكي، بس انا بجد محتاج لك. وانا ما اقدرش ارتكب خطيئه زي دي. خطيئه؟ ايوه خطيئه، وما تختفرش كمان. اميره لو عايزه تفضلي على دينك انا ما عنديش مانع. مفيش حاجه في ديني اسمها كده، وانا بحب ديني قوي ومتمسكه بيه، وانا هفضل محترمه. توعدني لو اتجوزنا ما نجيبش اولاد؟ توعدني؟ طب بلاش، تقبل لو جبنا اولاد يفضلوا على ديني انا؟ شرعا ما ينفعش. عشان شرعك غير شرعي ودينك غير ديني. انا ما عنديش استعداد اجيب اولاد واكرر معاهم نفس مأساتي في علاقتي مع بابا. مش حقيقي انك ما بتضغطش عليا يا عبد الله، انت كده بتضغط عليا قوي وانا مش ناقصه حاجه. ده جزء من فيلم واحد صحيح. فيلم يعني مليان مليان افكار. بحب الفيلم ده قوي وبحب الدور ده فعلا، من الادوار اللي بحبها قوي الحقيقه. الفيلم ده كتبه صديقي من اعز اصدقائي وحبيبي تامر حبيب. دور اميره اللي هو كتبه واللي اختارني ان انا اعمله واخرجه هادي الباجوري، من الادوار اللي كان عندي علاقه وجدانيه معاها رهيبه. يعني بصي انا عملت ادوار كتيره، بيبقى في عندك شقين في التعامل مع الدور، شق عملي انك بتذاكريه وبتحلليه وبتشتغل عليه، وشق وجداني بتتعاطفي معاه وبتحبيه وتتواصلي معاه روحيا. انا الدور ده تقريبا ما كانش في عندي غير الشق الوجداني، يعني الشق العملي ده ما شفتوش. انا عشت الشخصيه دي وتبنتها لدرجه ان انا بقيت حاسه بكل كلمه بتقولها. انا كان لدرجه ان انا كان عندي مشكله ان انا اول ما يقولوا اكشن في اي مشهد بعيط، وهادي اللي هو المخرج يهديني شويه. انا فعلا كان عندي مشكله، انا كنت متبنياها لدرجه ما اعرفش ليه، مع ان انا يمكن ما عشتش تجربه زيها، بس صدقتها. كاتب كان تامر كان كاتبها بصدق شديد بشفافيه شديده. بصي كنت بعمل من فتره افتكرت الموضوع ده، ودي اول مره اتكلم عنه عمري ما قلته. كنت كل يوم اروح التصوير، كل يوم من اول ما اتحرك من بيتي لغايه ما يقولوا اكشن، حاطه تراتيل كنسيه في ودني، حاطه مزيكه التراتيل سواء تراتيل بتاعه فيروز او تراتيل لاتينيه كنسيه طول الوقت في ودني عشان تخليني طول الوقت في مود. هي البنت مش بس مش اي بنت مسيحيه، هي بنت مسيحيه ملتزمه قوي متدينه جدا، بس بشكل روحاني، يعني مش بشكل مش الدين الجاف الشعائر. هي روحانيه جدا، تحسيها انها طايره طول الوقت، علاقتها مع السماء اكتر من علاقتها مع الارض. تهيألي انت عشان طبيعه ملامحك الرقيقه اللي فيها براءه، يمكن بتخلي المخرجين او المؤلفين يحسوا ان هم لازم يحطوكي كده. أيوة بس انت دايما جميله وخيره ونقيه، ملامحك بتخليهم يدولك الادوار دي. ايوه بس دي حاجه انا يعني خلي بالك دي حاجه ممكن تكون صح وحصلت لي فتره طويله، بس انا مش سعيده بيها. يعني اي ممثل بيبقى طموحه انه ما يعملش شكل واحد من الادوار، انه ما يبقاش حبيس او ما يبقاش هو سجين نوع واحد من الادوار او شكل واحد او نمط واحد من الادوار. عشان كده هتلاقيني انا مؤخرا بالعكس، انا مؤخرا عايزه اتمرد على شكل الملامح دي، وعايزه اقدم حاجه اوت اوف ذا بوكس او بره النمط اللي ممكن يجي اي مخرج او مؤلف يحبسني فيه. ده الى حد ما قدرت او الى حد بعيد. كسرتيه في ايه؟ في نيران صديقه. عشان نيران ايوه بس انا تابعت جدا نيران صديقه، وكان مسلسل جميل كتابه واخراجا وتمثيلا، وكنت بس برضو كنت يعني مستكتره ان انت تكوني الشريره، او انت يعني كنت برضو كنت طول الوقت جدا عايزه كنت طول الوقت حاسه ان انت اكيد مستحيل تكوني انت الشخص الشرير اللي في المسلسل. انا كنت مستمتعه متعه بمشاهد الشر اكتر. مشاهد متعتني في نيران صديقه هي مشاهد الشر. كنت حاسه ان في طاقه عندي عمرها ما طلعت. في الاخر ايوه معلش لا في الاخر برجع تاني بس انا مت اربع مرات في المسلسل ده عادي، كل شويه بموت وبرجع بموت وبرجع بموت وبرجع. لا بس مشهد لما هما بيدوا لك، انت عارفه ان هما حاطين لك حاجه السم في المشهد ده ده كان مشهد جميل. بحب قوي المشهد. فبرضه كنت شكلك برضه يعني برضه
ملائكية برضه في لحظات طبعا. بصي حلاوة شخصياتنا في نيران صديقة كلنا بما أنها كانت بتمتد الأحداث على 20 سنة، فكانت غنية بكل التناقضات، يعني كان فيها الانكسار والضعف والقوة والبراءة والشر وكل الحاجات دي. نهال اللي أنا عملتها نهال سماحة كان فيها كل ده، كان فيها الطيبة، فيها اللي بتحب، فيها اللي بتنتقم، اللي بتقتل، اللي بتموت. فالميكس ده كان بالنسبة لي. وليه اتخانقت في المسلسل ده مع بعض ولا لأ؟ اولا كنتوا يعني كذا فيديات في المسلسل، كنت انتي ومنى شلبي كنا بنضرب بعض كل يوم في الكواليس والله بنقطع ورانيا يوسف ومين كمان كان في معاكم كمان حد. البنات احنا التلاتة بنات كمان استاذه سلوى خطاب بس كبنات صدور اكبر. البنات احنا انا ورانيا ومنى والولاد كانوا عمرو يوسف وظافر عابدين ومحمد شاهين. قطعتوا بعض ازاي؟ عايزه اقول لك والله بدون مبالغه احلى كواليس عدت عليا في حياتي في حياتي كانت كواليس نيران صديقة. اولا احنا المسلسل كان شويه قاتم، في مشاهد في قسوه، في مشاهد في منافسه في الاداء، مش منافسه وحشه، اللي شغال المخرج نطلع بره عشان نقعد نهزر نطلع بره الكواليس هزار بقى وضحك وندخل جوه عشان خلاص جوه طول الوقت احنا بنقتل بعض وبنموت بعض وبنسم بعض فاهمه وغل بقى فنطلع بره احنا بالعكس عايزين نضحك ونفرح. والله العظيم فعلا احلى كواليس على الاطلاق. انا بقى هروح لمسلسل هي بتحبه جدا كندا وكان في رمضان اللي فات عد تنازلي، وبرضو خليني اقول مثلا من 5 سنين او من 4 5 سنين بدا يبقى في خط في المسلسلات كده انا مبسوطه قوي ان هو موجود، يعني كتابه جديده، تصوير جديد، روح جديده، مش الدراما التلفزيونيه النمطيه، بنطلع منتج كده زي نيران صديقه، زي 7 وصايا، انا مش عايزه اقول كله محمد امين راضي، بس قصدي انه في نمط كده محترم وجديد زي عد تنازلي. خلينا نشوف مشهد من مسلسل عد تنازلي اللي كندا بتحبه جدا والناس كمان احترمت العمل ده وتابعته بشكل كبير في رمضان اللي فات. ده كان مشهد مهم وصعب ومختلف. بصي ده يمكن يكون احد الاسباب اللي خلاني اقبل المسلسل ده. المسلسل ده كله اللي كاتبه تامر ابراهيم واللي اخرجه حسين منباوي مسلسل مهم جدا فعلا فعلا، عشان هو في بنيه مشوقه جدا بتشد اي متلقي ما تقدريش تسيبيه، لو شفتي حلقه ما تقدريش تسيبيه، وفي نفس الوقت في تحليل للمشاكل اللي احنا بنعيشها دلوقتي في المجتمع بشكل ذكي جدا وفي الدراما حلوه. عمرها يمكن ما حصلت لي ان انا اتوجعت فعلا بمشهد
زي ما اتوجعت هنا. انا ما كنتش بعيط، انا ما كنتش شايفه، انا عمليا نزلت السلالم دي ورحت لعمر وحضنت الابن وهجمت على الضابط اللي هو عامله طارق لطفي وكنت عايز اكله فعلا. وانا فعلا انا مش انا ناسيه الميزانسين اللي قاله لي المخرج وناسيه هو عايز مني اعمل ايه. انا سبت نفسي فعلا مع نفسي، مش عيطت، انا كنت فعلا حاسه ان قلبي من جوه بيتقطع. وحصل لي حاجه ان انا بعد ما خلصت لاول مره في حياتي، طبعا دخلت عيطت، دي بتحصل لي كتير، دخلت عيطت كتير بس لاول مره يعني سوري من الكلمه اللي انا هقولها، بس حصل لي حاله اقياء بعد دخلت جوه، وحاله اقياء ما اقدرش اقف، ما اقدرش اوقف خلاص، معدتي قفلت وفضلت ساعه ونص مش قادره اوقف خلاص. واضح ان فعلا كان زي شق جات لي، فاهمه قصدي؟ ايه اللي خلاكي فعلا تشوفي الولد ده زي ما يكون ابنك يا كندا؟ ما هو والا مش همثل المشهد ده، يعني والا مش همثل المشهد ده. الولد الطفل ده اللي هو عمر كان اسمه حبيبي، انا عشت معاه فتره طويله قبل التصوير، طول الوقت في حضني، قاعد في حجري وحضنه وببوسه وبشمه وبلعب معاه وبهزر معاه وبقى متعلق بيا قوي، عشان لما تيجي اللحظه دي ابقى فعلا بعد الشر بتصور مش هو يعني، بس بتخيل ان انا بفقد حاجه غاليه على قلبي. لازم في لحظات الممثل فعلا يتحول لكتله احساس، والا مش هيوصل للمتفرج، مش هيعرف يوصل معاه لصدق الحاله اللي هو عايز يوصلها له. التكنيك بيبقى ضروري جدا في مشاهد كتيره، بس انا بالنسبه انا بشوف كده، انا بشوف ان في مشاهد معينه الاحساس هو اللي لازم فعلا يتغلب على الموضوع. ممكن يجي مخرج يقول لك لا دي بتقول اي كلام ولا التكنيك هو الاهم، ده حقيقي في كل الشغل التكنيك ممكن يكون هو الاهم. بس في لحظات معينه لو انت ما حسيتيش مليون في المية نوي احساسك يوصل للناس، يعني نوي الحاله توصل للناس. كندا زعلانه او متضايقه ان ما عندكيش اطفال؟ مش زعلانه، ان شاء الله هيكون عندي، يعني قصدي مش بتعامل مع الموضوع على انه مشكله عشان انا مش واخده، بالعكس انا عايزه يكون عندي عيال وان شاء الله، يعني ان شاء الله هكون ام. ما عنديش اطفال فحسيت كده انه لا مش ما عنديش، يعني مش خدت قرار او مش او مش عندي مشكله لا سمح الله. لا 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 بالعكس، انا بحب جدا فكره الامومه وان شاء الله، يعني قصدي بالعكس بحب ان يكون عندي اطفال. بيقولوا ربنا يعطيكي ان شاء الله من البنين والبنات ان شاء الله، بس يطلعوا على الاقل البنات حلوين زي. تسلمي لي. طيب احنا هنسيب عاده تنازلي وارجع تاني للسينما. السينما بتعمل تاريخ وبتعمل اسم، انما انتشارها دلوقتي مش زي الفيديو. ايه الفيلم اللي انت كنت حابه ان هو ينزل في تلفزيونات كتير، انه يتشاف كتير مش بس في السينما ليكي انت؟ بص الحمد لله بعتبر الافلام اللي عملتها في مصر لغايه دلوقتي الكويس منها خد النجاح اللي يستحقه. يعني بدايه بولاد العم، ولاد العم ما شاء الله اتشاف في السينمات كويس قوي، فيما بعد شاف في لغايه النهارده بتشاف في التلفزيونات بشكل كويس جدا. بعده جه فيلم بارتيتا، بس فيلم بارتيتا هو الفيلم اتظلم في السينمات، يعني في السينما ما تشافش كويس، نزل في وقت كان في فترة الثورة، كانت لسه الناس مش بتنزل كتير تشوف سينما، بس لما اتعرض خد حقه بعد كده في التلفزيون. لما اتعرض الحمد لله عمل رد فعل عند شريحة من الجمهور اللي هم الشباب اللي بيحبوا نوع الأفلام الشبابية دي، هو جمهوره أكتر شباب، يعني اللي بيحبوا شكل الأفلام السسبنس، الأفلام الثريلر النفسي أو إلى آخره، فكان عمل رد فعل عند الجمهور لطيف جدا لما اتعرض في التلفزيون، ما عملش كده يمكن في السينما عشان بقولك الدعاية عشان الوقت. واحد صحيح الحمد لله برضو في السينما عمل سكسي كويسة، وفي التلفزيون برضو المصلحة كان من أنجح الأفلام سواء تلفزيونيا لما تعرض او سواء لما كان في السينما، فبعتبر ان بعده لا مؤاخذه برضه في السينما نجح، ولما تعرض دلوقتي لا مؤاخذه برضه عمل رد فعل لطيف جدا عند الناس. طول الوقت بكون عايزه اسالك، ما عملتيش كاستنج قبل كده لفيلم بره، يعني فيلم امريكي فيلم اوروبي؟ لا ولا مره. لا 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 ما حصلش حاجه، عشان طول الوقت بشوف ملامحك مديه كده على طلياني يوناني ما اعرفش يعني. والله انت عشان بتحبيني. لا انت تتحبي يا كندا مبدئيا. ملامحك كده تدي يعني انا بشوف فيكي شبه مثلا من مونيكا بلوتشي، ما اعرفش ليه بس انا بشوف يا دي احلى، ده احلى كده النهارده فعلا. لا انت احلى حبيبتي، ميرسي. انا مش هنسى انه الشهر ده شهر فيه عيد ميلادك، شهر فيه يوم المرأة العالمي والمحلي على فكرة يوم المرأة العالمي غير يوم المرأة المصرية. انا استغربتها على فكرة عشان لقيت ناس تقول لا لا عادي احنا عندنا العالمي، فقلت ايه الفرق يعني او معرفش. لا لا في فرق التاني يعني فرعوني انا ولا لا لا لا, لا احنا يعني هو عيد الحب في يوم واحنا عيد الحب المصري في يوم تاني. ده حقيقي يعني ده حقيقي. عيد المرأة المصرية 16 مش أوكي. طيب
بس برضو عيد الام. اوكي. احنا الحلقه دي بتتعرض قبل يومين من عيد الام. اوكي. ولقيت لك صور جميله مع مامتك الجميله وهي شابه وحتى بعد ما تقدم بيها العمر. احكي لي بقى كده عن مامتك او كلميها في عيد الام وفي عيد ميلادك. بصي يعني شكل الحب اللي ما ينفعش تتكلمي عنه، شكل الحب اللي ما ينفعش توصفيه، شكل المشاعر اللي هي بتبقى لشخص واحد يمكن في الحياة، الغلاوة التي لا تقدر بثمن، حتما هي ماما. يعني بصي بالنسبة لي هي سبب توازني في الحياة. أنا بحس إن لو ماما تعبت أو حصلها أي حاجة ما بتخيلش نفسي هعرف أقف على رجلي تاني. يعني أنا بحس إن سبب فعلا يعني الـ 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 الأساس. هي عمتك وما بس بلوك مختلف؟ احنا كنا هنا في جلابيه بارتي، ده كنا زمان انا وماما، فكان في جلابيه بارتي، ماما لابسه جلابيه ولا لابسه جلابيه. وقاعده كده زي التلميذه العاقله جنبها. بصي بالنسبه لي بتمثل لي احلى حاجه في، يعني احلى معنى لكل حاجه حنينه هي بشكل. وبابا حبيبي برضو. وبابا امور. بصي بابا امور. بس يعني الواحد دايما الصوره النسائيه بتجذب الانتباه. ده حقيقي. بس فبالنسبه لي مجرد ان انا اشوف صورتها، اسمع صوتها في التليفون، كم الامان اللي باخده من ده فعلا لا يقدر بثمن. مفيش اي حاجه تانية هتعوضني عن الامان والحنان ده. ماما من النوع بقول لك اللي محبه بدون شروط، بدون شروط. بتدي فعلا بدون اي مقابل. شخص مش متطلب على الاطلاق، عمره ما بيستنى منك حتى الاهتمام. يعني حتى ماما لو ماما من النوع اللي انا ما اهتمتش بيها ما بتعاتبنيش، ودايما بتلاقي لي المبرر قبل ما انا اقوله لها. يعني عمرها ما بتقول لي طب اكيد انت كنت مشغوله يا روحي انا عارفه. عمرها ما بتشيلني همها، لو كانت شايله هموم الدنيا عمرها ما بتيجي تقول لي. انا من نفسي طب يا ماما انت مضايقه ما تيجي تقولي لي. انا بقيت زيها معاها، بقيت ابقى مضايقه ما اروحش اقولها عشان مش عايزه اشيلها همي. فعلا ربنا يا رب ربنا يخليها لي من احن واطيب وازكى واقوى الامهات الحمد لله. ازكى. وبقى لما جيتي تمثلي وانت صغيره، مين اللي كان مؤيد، بابا ولا ماما، ومين اللي كان معارض؟ انت كنت 12 سنه كده. لما كنت 12 سنه ما كانش في دماغي. يعني كان في استاذ هيثم حقي من اكبر المخرجين عندنا في سوريا، وكانت وقتها مدامته مخرجه كبيره وصديقه عزيزه دلوقتي على قلبي وحبيبتي استاذه ليالي بدر. كانوا هما الاثنين بيخرجوا مجموعه سهرات او افلام تلفزيونيه. فطلبوني ان انا، هما كانوا اصحاب اهلي، فطلبوني ان انا اشارك معاهم في واحده من السهرات. كنت طفله 12 سنه. يعني انا بالنسبه لي من صغري مغامره. يعني قولي لي ارمي نفسك في الميه هرمي نفسي، قولي لي نط يا نط، اي حاجه ما عنديش مشكله، ما بخافش. غني صوتي وحش قوي، قولي لي غني بغني عادي. يعني عادي، ما عنديش اي مشكله. يعني اي حاجه الواحد يجرب، ايه المشكله واحنا عايشين عمر واحد. فقالوا لي مثلي من وانا صغيره، قلت امثل ليه لا، اروح اجرب. لا اهلي ما منعوش خالص، كانوا شايفين ان عيله صغيره رايحه تهزر مع صحابهم، فهم مأمنين فمش خايفين، فكان بالنسبه لهم عيله هخليها تروح تتسلى. عمر ما كان هيجي في بالهم ان انا الموضوع بعد وقت طويل هيتحول عندي للشغف والحب. بعد ما اشتغلت التجربه دي وانا عندي 12 سنه رجعت البيت تاني، وعمري ما رجعت فكرت في التمثيل تاني. ما كانش في دماغي. انا في دماغي ان انا عايزه اشتغل في الفن، عايزه اخرج، عايزه اكتب، عايزه بحب الفن، بس ما كانش التمثيل هو اللي عيني عليه. طب ولو ما اشتغلتيش في عالم الدراما ممكن تشتغلي ايه؟ زي ما بقول لك انا بحب الكتابه. يعني لو ما كنتيش في الكتابه او الاخراج او كده كان ممكن تشتغلي ايه؟ انا كان ممكن اشتغل محلله نفسيه، كان ممكن اشتغل اعلاميه، انا بعشق الاعلام، كان ممكن اشتغل زيك، بتمنى ان اكون زيك وعندي توك شو كده الناس بتحبه. يلا يا جماعه اهو القنوات اهو مذيعه زي القمر. لا مذيعة زي القمر، مثقفة وعندها أداء واسمها كندا علوش. لا بحب فعلا الشغل في الإعلام، بحبه جدا، وده جزء من دراستي. كوني درست نقد فده جزء من دراستي، وكوني اشتغلت في الصحافة فترة، وكوني رغاية. مش قصدي ان انتوا رغاية والله العظيم، بس قصدي انا بحب الرغي والأخذ والعطاء والبتاع، فما عنديش مشكلة ان انا اقعد واحاور واسأل، وعندي فضول وعندي باك جراوند، تعبت على نفسي شوية وقريت. فبحس ان انا ممكن. طب ممكن تبقي مذيعة اخبار ولا؟ لا مش اخبار ولا خالص. لا مش اخبار ولا لا والنبي ارجوك. امال مذيعة ايه؟ زيك، عايزه ابقى زيك. طب يلا بقى، طب اديني قولي لي. يلا قولي لي حاجه كده انت المذيعة وانا نضيفه اسالك. ما نعمل اختبار بقى اهو.
يلا. طيب هسألك قولي لي فعلا يعني حاولي كده تفتكري فعلا يوم. لا لا انا عايزاكي شفتي لا 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 مهرب. انا عايزاكي طيب. بقى ده انت المذيعه بقى هتبتدي الفصل اهو كده اديني طيب. النهارده كاميرتي اهي ايوه النهارده انا ضيفتي الاعلاميه برضو الجميله اللي عندها جمهور كبير عملته عبر سنين طويله وقدرت تبني ثقه مع الجمهور عمرها سنين فبقوا بيستنوها وبيشوفوها وبيصدقوها. ضيفتي اللي كلكم تعرفوها وبتحبوها منى الشاذلي استقبلوها معانا النهارده. يا جماعة الكاميرا هتنطق يعني ماشي تمشي جدا. ايه تاني ممكن تشتغلي؟ محللة نفسية بحب تحليلي مين يا كند؟ بقعد افتح كده مكان او عياده ناس تجيلي وابقى محللة نفسية ناس تتمدد كده قدامي على الشاذ. انت عايزه تتسلي انت عايزه تاخدي وتدي مع الناس اصل عشريه جدا كده عايزه تقعدي بقى تحكي والناس تحكي معاكي. بحب والله بحب الموضوع ده. انت جوزك مش مقيم في القاهره دلوقتي؟ لا مش مقيم كان في القاهره دلوقتي مش في يعني مش طول الوقت دايما حاسه ان هي عايزه تقابل ناس وتتكلم وتتانس عظيم يعني كندا عايزه انهي معاكي بالحلم. انت بتحلمي بايه؟ ايه الدور اللي نفسك تعمليه او ايه المشروع اللي نفسك تعمليه؟ حاجه كده واضحه في ذهنك وبجد عايزه تعمليها في الفن. لو نتكلم عن الفن فانا نفسي بص الحمد لله بعتبر ان انا محظوظه لغايه دلوقتي ان انا بيجي لي مجموعه من الاعمال ذات قيمه سواء النص الاخراج العمل ككل. نفسي ان انا دايما ابقى عند الناس اسمي الممثله المحترمه مش بس مش هاممني مشروعي مش هو ان انا ابقى النجمه الكبيره ان انا ابقى ممثله شاطره يقولوا علينا دي ممثله شاطره محبوبه محترمه بتقدر تعمل ادوار مختلفه جديده. فنفسي ان انا ربنا يفضل دايما موفقني وانا اعرف اختار ادوار فعلا اقدر احافظ فيها على ثقه ناس كتيره حطت ثقتها فيا. ده على الصعيد الفني. اتمنى بعد شويه يبقى عندي القدره ان انا اعمل يبقى عندي ولو شركه انتاج صغيره اعمل فيها مشاريع شبهي بتعبر عني. مش ضروري يبقى انتاجي ممكن يكون تنفيذ او الى اخره بس انا بحب فكره العمليه الانتاجيه بحب فكره الاشراف على الشغل بحب في لحظه من اللحظات ابقى انا في عندي مشروع انا بشرف عليه from A to Z مع كتابته مع اخراجه. ده تطلعات انا بحب. بصي بقى انت هتعملي شركه انتاج تنتجي برامج انت تقدميها وتبقي برامج 10 عصافير بحضر مسلسلات انا امثلها بس يعني اعمل شركه ليا ولا الحاجه اللي كندا للانتاج الفني واعمل مسلسلات بطولتي كندا حلو كندا وبرامج بطولتي ومفيش غيري خلاص بقى ولا بتردى معايا ولا حاجه بالظبط كندا علوش بوشها الصبوح وابتسامتها الجميله وروحها اللي بتنقل عدوى للي بيتفرج عليها او اللي بيقعد معاها روحها الجميله اللي خلتها تنصهر في المكان ده من غير ما تبقى يعني انت بقيتي في لحظه جزء من المكان وجزء من البلد وجزء من الناس. بتمنى لك انك تحققي كتير من احلامك يا رب وبتمنى لك ان انت كمان تبقي اضافه للحركه الفنيه سواء في مصر او في سوريا يا رب وبتمنى لبلدك يا رب ده الاهم بالنسبه لي يا رب يا رب يا رب يعني باسرع وقت عشان فعلا الوقت طول كتير قوي علينا. اشوف الخير يرجع تاني لسوريا اشوف السوريين يرجعوا لبيوتهم ما نسمعش عن مشردين ونازحين وشهداء يبقى في حل فعلا حل حقيقي للازمه وللكارثه الانسانيه اللي حصلت دلوقتي في سوريا. اتمنى ان الخير فعلا يرجع يعم تاني في سوريا وفي مصر بلدي اللي انا ما شفتش منها غير كل خير واللي هي ما تستاهلش غير كل 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 خير يبقى فيها دايما فعلا يا رب امان وخير واهلها دايما يبقى بألف خير يا رب وكل العالم طبعا عشان انت احنا للاسف عندنا دلوقتي بقى العراق ولبنان وفلسطين كل الوطن العربي طبعا اللي هو فعلا للاسف احنا بنشوف ايام مش لطيفه. اتمنى 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 يعني واحد طبعا لازم يفضل متعلق بالحلم وبالامل. اتمنى تكون الايام اللي جايه احسن يا رب. كندا علوش صاحبه الاسم العربي الفصيح والشكل الطلياني والاداء المصري السوري الموهوب بشكرك وسعيده انك كنت معانا النهارده وانا سعيده جدا جدا جدا.